نختم بالثقافة. احتضنت مدينة سوسة دورة الثالثة لسينما المتحف. هذه الدورة تم خلالها عرض أشرطة سينمائية صامتة رافقتها معزوفات موسيقية احتفاء بالذكرى 70 لسينما ميلانو من إيطاليا. في ليلتها الثانية احتفت سينما المتحف بالذكرى 70 لسينما تيك ميلانو من خلال عروض سينمائية صامتة مرفوقة بمعزوفات موسيقية. استهواني الجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لسينما ميلانو تحمست للفكرة وللمشاركة التي كانت ممتعة. كما تم عرض أشرطة سينمائية قصيرة مثل التقاليد والعادات التونسية وسترا ميلانو، أشرطة أنتجت في العشرينات بميلانو، ميلانو التي تعد رائدة في مجال الصناعة السينمائية المتوسطية. أنا رأى حاجة هامة، لأنه حبينا زد الشباب والأطفال يشوفوا معناها العهد ذاك متاع السينما اللي هو نجم نقولوا عصر ذهبي، وقت كان شارلو، وقت كانت الأفلام الصامتة وبداية السينما المتكلم، كانت معناها السينما تمشي على قواعد. نعرف مميز تمتعنا بجمع الصورة والموسيقى لايف مع بعضهم، يعني هذه التجربة الثانية صارت عم ناول. سينما المتحف هي العودة بالذاكرة إلى سينما الماضي البعيد، العربية منها والأوروبية والإفريقية، وتكريم لمبدعيها. ليلة الأفلام جاية من سينماتيك متاع ميلانو لأنها تحتفل بسبعين سنة. الأفلام اللي اخترناها أفلام كخاصة، لأنه ساتورنينو لأفنتوري دي ساتورنينو فراندولا يعتبر محاولة أولى في ما يسمى بالفيلم دافونتور. وبهذا المعلم الأثري تلاقت الحضارات وتلاقحت الفنون لتبقى الثقافة منارة تضيء أرجاء البلاد.